البطاطس اهي اللي عملناها كبه من غير ما نقليها، حطيناها في الفرن زي ما انتم شايفين الشكل طالع عامل ازاي، حاجه ما شاء الله. طبعا طلبتوا مني حاجات السعرات الحراريه بتاعتها قليله ومن غير زيوت كتير. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، تابعوا الفيديو للاخر. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش لايك كومنت شير. النهارده هنعمل حاجه جديده، ابيتايزر جديد، حاجه كده شبه الكبه بالبطاطس المسلوقه. اول حاجه بسلق البطاطس 3/4 سلقه، وبعد كده ببشرها على المبشره على الناحيه الخشنه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. اكمل بشر البطاطس وارجع لكم ببقيه الفيديو كل التفاصيل، تابعوا الفيديو للاخر. طبعا بعد ما بشرنا كميه البطاطس كلها زي ما انتم شايفين كده، حطيت عليها التوابل عباره عن ملح، فلفل اسود، ورشه جوز الطيب، وابتديت ان انا اعجنها كلها. طيب لو البطاطس اتسلقت معاكم زياده وبقت طريه، نقدر ان احنا نحط عليها وحدتين او ثلاث وحدات بيض مع شويه من البقسماط. دلوقتي بقى هنعمل الحشوه اللي هنحشيها في قلب البطاطس. جبت طاسة على النار سخنتها، حطيت فيها شوية زيت او حتة زبدة صغيرة، وحطيت شوية بصل، كمية بصل يعني كأننا بنعمل كده لحمة على الصاج، تمام؟ يعني لو هحط نص كيلو لحمة هحط عليه نص كيلو بصل. ببتدي ان انا اشوح البصل لحد ما ياخد معايا لون خفيف زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بكمية اللحمة بتاعتي، وهبتدي ان انا اقلبها بالمضرب السلك او بمعلقة على حسب اللي موجود عندكم. المهم ان انا افرطها من بعضها زي البولونيز بالظبط، يعني تبقى حتت صغيره كده زي البولونيز. وهبتدي بقى ابهرها بايه، شويه جوز الطيب، شويه قرفه، رشه قرفه بودره، وفلفل اسود او فلفل ابيض، وملح. مش هحط عليها حاجه تانية اكتر من كده. ممكن نستغنى عن الكلام ده كله ونحط شويه قرفه مع شويه بهارات لحمه وملح، تمام؟ بعد كده بجيب شويه من عين الجمل، ببتدي ان انا اكسرها، اللي هو الجوز، ببتدي ان انا اكسره بايديا كده، يعني بكسره حتت تكون كبيره شويه تكون باينه، تمام؟ وبعد كده بخلطها مع اللحمه المفرومه بتاعتي دي وهي على النار لسه كده. انا عندي اللحمه استوت، طالما يعني لون اللحمه بقى اللون دوت واتفرطت من بعضها كده بقت حتت صغيره كده، تضمنوا 100% ان اللحمه استوت وتمام التمام. هبتدي بقى اعمل ايه؟ طبعا اللحمه بيكون فيها دهن وبيكون فيها زيوت، انا عايز اتخلص منها مع شويه الزيت اللي انا حطيتهم في الاول. هجيب كل ده وانزل بيه في مصفى سلك زي ما هتشوفوا دلوقتي، وهبتدي ان انا اصفي الزيوت منها. طبعا يعني دي افضل طريقه ان انا اصفي الزيت، خلاص انا مش محتاج الزيوت، انا اوريدي اللحمه خدت الطعم بتاع البهارات واستوت وبقت تمام التمام. هبتدي اشيل الزيوت والدهون الزياده اللي فيها زي ما انتم شايفين كده اهو، بحطها في مصفى، بضغط عليها ضغطة بسيطة، اهي كل الزيوت، وكمان بيبقى في نسبة مية بتنزل مع الدهون دي، لان انا عايز اما احطها في البطاطس ما تبقاش فيها نسبة مية عالية. دلوقتي البطاطس اهي بعد ما عملناها ماش بوتيتو، بشرناها، حطينا ملح وفلفل ابيض ورشة جوز الطيب، هبتدي ان انا اكورها كده اهو، اخد حجم اللي انا عايزه، احط في ايديا سنة زيت بسيطة، سنة زيت بسيطة، اكور الكرة بتاعتي كده اهي، ابتدي افتحها كده بكل سهولة. الخليط اللي احنا عملناه من عين جمل وبصل ولحمة، هبتدي اضغط عليهم في النص كده، وهبتدي اقفل الكرة بتاعتي كده اهو اهي نفس الطريقة دي. بص انا يعني ايديا من هنا مقفولة وايديا من تحت كده مقعرة اهي، او بالطريقه اللي تريحكم، المهم تطلع معاكم بالشكل ده. دلوقتي بقى في حلين، يا اما اعملها مقليه في الزيت، هضطر ان انا احطها في الفريزر تتجمد شويه بعد كده انزلها في الزيت، او في حاجه تانية هوريكم انا هحطها في الفرن مش هحطها في الزيت، علشان الناس طلبت مني حاجات يعني الكالوري بتاعها اقل شويه وصحيه اكتر. اهي الكميه كامله اهي بعد ما عملناها، طبعا انا ما حطيتهاش في فريزر ولا اي حاجه. هنا هجيب شويه بيض مع حليب، تمام، ابتدي ان انا ادهنها كده، ادهن البطاطس بتاعتي كلها من الجنبين، جنب يمين وشمال، يمين وشمال اهي. بعد ما دهنت البطاطس بتاعتي كده هبتدي اخد شويه بقسماط، بريد كرامب اللي قلت لكم عليه، بقسماط ارشه كده عليها. هتلاقوا هنا بصوا البقسماط ابتدى يمسك فيها اهو، شايفين؟
رب يكون واضح معاكم. دلوقتي بقى هدخلها الفرن بعد ما اخلصها كلها، هدخلها الفرن على درجة حرارة مثلا 200، هتقعد معايا حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده، بس انا عايزها تاخد لون. وطبعا ممكن تعملوا عليها جبنة بارميزان موزاريلا براحتكم يعني، هوريها لكم بعد ما تخلص، تابعوا الفيديو للآخر. شايفين الجمال؟ يعني ما فيش اروع من كده اهي. تعالوا بقى نشوف الجمال، شايفين العظمه بجد؟ ريحتها عامله زي الشكل، لما عامله يعني لو حطيتها لحد هيفكرها حاجه حلوه. خلونا نفتح واحده بقى ونشوف. شايفين؟ والله يعني بسم الله ما شاء الله، الشكل جميل واللون والدنيا بتاعتها جميله وما فيهاش زيوت اهي. والله رائعه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش لايك وكومنت وشير. دي يا جماعه كبه البطاطا بس في الفرن، تمام، من غير زيت من غير قليل. الف الف شكر. احلى كبه بطاطا في الفرن.